بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة على التأخير على الرد على حضراتكم في التفسير للرواة، ولكن حاجات لأسباب صحية يعني كنت تعبان شوية والحمد لله، فإن شاء الله لما أفوق كده إن شاء الله هرد على حضراتكم، ولكن معذرة على التأخير عليكم. ولكن أنا النهاردة أنزل لكم فيديو عن تفسير سورة نون لمن رآها في منامه، وإن شاء الله بعد كده هنبدأ نرد على الناس في التفسير إن شاء الله تعالى. النهاردة موضوع حلقتنا النهاردة تفسير سورة من تلا سورة نون في المنام. سورة نون في المنام دي أوجه تأويل لمن رآها، طبعا يرزق البلاغة والفصاحة، يرزق علما نافعا، يرزق حكمة وفطنة، يكون رجل عاقل ذو أخلاق حسنة، أو برضو إذا كان الست برضو تكون عندها الحكمة والأخلاق الحسنة والطيبة. دليل على لمن ارتلاها في نومه، دليل على النصر على الأعداء، دليل على حفظه من الحسد، دليل على وضع يكون له من النجاة والحفاظ من الله سبحانه وتعالى، لأنه طبعا يرزق بحاجات جميلة جدا، لذا ممكن يكون فيها نوع من الحسد، ولذلك فيها برضو الحفاظ من الحسد. يعني إنسان يتميز بعلم كويس أو بلاغة أو فصاحة أو فطنة أو عقلانية أو تفكير أو حكمة أو أخلاق أو معاملة أو أسلوب طيب أو محبة بين الناس، فطبعا هناك لابد أن يكون في أعداء، فهنا برضو إشارة على النصر أعداء، وهناك برضو يكون نوع من الحقد والحسد، فهناك برضو دليل برضو على النجاة من الحسد وكفاية من أي أضرار أو أي مكروه يصيب الرائي لمن تلا سورة نون في منامه. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.